أحسن الله إليكم. أم أحمد في ثانية أسئلتها تستفسر فضيلة الشيخ وتقول: ما هي الطريقة التي جزاكم الله خيرا للتخلص من الوسواس في الصلاة واليدين والطهارة وفي كل شيء؟ وأعاني كثيرا من هذا، فأرجو منكم الدعاء فضيلة الشيخ صالح. إن شاء الله أن يعافيك من الوسواس. الطريقة للتخلص منه هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أحسست بشيء فاستعيذي من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان. وكذلك لا تلتفت إلى الوسواس، ارفضيه رفضا تاما ولا تتأثري به. فإذا رفضتيه وتركتيه فإنه لا يضرك. نعم.